الخبر كما تحققنا منه بخصوص الاستفتاء انه اللجنه العليا للانتخاب ما زالت مجتمعه حتى هذه اللحظه. الشيء المؤكد هو انه في مرحله اولى هي يوم السبت فيها 10 محافظات فقط، ويتم التداول الان او هكذا فهمنا انه تبقى المرحله الثانيه اما الثلاث 18 ديسمبر او السبت 22. فلسه الاجتماع قائم ولسه ما فيش حاله تاكد، بس خلينا اقول من بعيد إن واضح إن في مشكلة في أعداد القضاة، أو خليني أقول إداريا في مشكلة، وإلا كانت عمل في كل الجمهورية في يوم واحد. الحاجة الثانية إنه المرحلة الأولى أقل من المرحلة الثانية في عدد المحافظات، يعني هو يقدر أو هو هيعمل يوم السبت في 10 محافظات يتبقى 17 محافظة. قد يكون ده سبب ان هم لسه مش متاكدين اذا كانت 3 18 او السبت 22. اول ما هنتاكد او يخرج الخبر الرسمي من اللجنة العليا للانتخابات المجتمعة الآن لتحديد موعد المرحلة الثانية، بالتأكيد سنوافيكم بالخبر فورا. أستاذ وائل خليل الناشط السياسي اليساري، أهلا بحضرتك أستاذ وائل. دكتور أحمد عقيل عضو أمانة الاتصال السياسي بالحرية والعدالة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أنا بس في مشهد، في احنا بنعرض المسيرات من كل الاتجاهات المعترضه والمؤيده، بس في مشهد دول حلل ولا بيخبطوا بايه يا استاذ هاشم مخرجنا؟ حلل حلل ده غطيان حلل حلل، ده شيء عظيم. المطبخ المصري وحلله دخلت في الاجواء السياسيه، دي كانت احدى المسيرات اللي موجوده النهارده، مسيرات حاشده مختلفه في الشعارات، انما متفقه على انه الاجواء ليست هادئه، على انه الاجواء متازمه، على انه الاستفتاء اللي هيحصل يوم السبت هو استفتاء ياتي والاعصاب مشدوده ومتوتره بدرجه مبالغ فيها، او مش مبالغ فيها، بدرجه كبيره جدا. المبالغه دي يعني لا مش مبالغ فيها، هو كل طرف خائف بشكل كبير جدا. استاذ وائل خليل تعليقك ايه على الحلل؟ تعليق الحلل انه يعني الحلل وكل اللي حصل انا في تقديري في الاسبوعين اللي فاتوا يعني مهم ان احنا نقراه وكلنا بنحاول نفهمه، لانه هو فاجئ ناس كتير، واعتقد انه فاجئ الرئاسه نفسها، انه كان تعديل دستوري او الاعلان الدستوري هيعدي، هيطلع بعض الاصوات المعترضه بس الموضوع هيعدي. واللي شفناه حتى في موضوع تمرير الدستور كان اللي هو فكره الهروب للامام، انه يلا نجري ونخلص الدستور نفس نظريه اشتباكات مجلس الوزراء قبل انتخابات مجلس الشعب. يعني قصدي خلينا نجري ونخلص الموضوع والناس هتهدى. اعتقد الرئاسه والحريه والعداله كده قروه غلط، هو انه الشعب المصري، ويعني وده اجتهاد مني جدا، في مرحله مختلفه خالص عن اللي هم شايفينها. هو ما زال مستمر في ثورته، بمعنى مش ان هو هيفضل يتظاهر طول الوقت، انما لما يلاقي حاجه مش موافق عليها هينحي جانبا كل بقى دعاوى الاستقرار والكده، وهو بيدي فرص وبيدي له الفرصه وبيطول باله عليه ويبقى نفسه يطلع كويس كل حاجه. بس لما جت هذه الخطوه الغير مبرره في تقديري والمخطئه، ويعني ايه والجنبها الصواب يعني عشان نبقى برضو، فالناس هترفضها والرهان على ان الناس هتزهق، الناس ما زهقتش. طيب الرئاسه والحريه والعداله والاحزاب المؤيده لهم بيعتقدوا ان خروج القوى السياسيه، خروجها في هذه اللحظه ما هو الا تلكيكه، هم مش عايزين مرسي، هم ضد مرسي، هم عايزين ينقلبوا على الشرعيه، وبالتالي نزلوا وحرضوا الناس. يعني برضو ديت ده حجه يعني غريبه جدا، لانه الشارع اتملت ردا على اعلان دستوري. يعني مفيش داعي تفتيش الدمار، اصل انتوا يعني ايه، وهي ليها علاقه بمساله يعني ايه، انا بحاول ابقى مؤدب، بس في عقده اضطهاد، وانتوا اصل الكحكه في ايد اليتيم عجبه، وانتوا عايزين تسقطوا المشروع بتاعنا، احنا مش عايزين، بالعكس احنا كنا عايزين نساعده، احنا نفسنا ينجح، لانه هو ده اول رئيس منتخب، لانه عمليه الديمقراطيه كلها تستفيد من انه الرئيس اللي الشعب جابه يبقى ناجح، ويبقى اللي كان 51% في انتخابات الرئاسة يوسع من قاعدة مؤيديه، اللي هو عمله بالإعلان الدستوري ان هو ضيقها.
امثالي اللي احنا بنلام بقالنا اسبوعين عاجبكم كده من مساويتي الليمون، لانه انا طبعا انا مش ندمان ويعني وحملها تاني، لانه النظام السابق مالوش كان ان هو يرجع، ولكن من مؤيدين اعصر على نفسك ليمونه وانت خبز وكان جزء من تصورنا وفكره الفيرمونت والجبهه الوطنيه والاصطفاف الوطني انه صح انت كنت مرشح حري على العداله، بس ظروف حطتك انك تبقى مرشح كل المصريين ومرشح كل معسكر الثوره، خليك بقى هذا الرجل. للأسف الشديد يعني لم يكن هذا الرجل، وبالإعلان الدستوري يعني أثبت تماما أنه مش شايف ده. وبالتالي هي دي النقطة المهمة، الناس نازلة على الإعلان الدستوري، الناس نازلة رافضة إجبارها عن طريق الرئيس المنتخب أنه هو يوسع من سلطاته ويحط لنفسه سلطات جديدة ويرفض النقاش، وبالعكس يتحط قدامها أصلي في مؤامرة، اصل انتوا فلول، اصل انتوا مش عايزين الثوره، فاللي هو طبعا كلنا ما حدش فينا يعني احنا الفلول بالنسبه لنا ده يعني من دعموا النظام السابق ده بالنسبه لنا حاجه ما مش مقبول ان هم يبقوا في السياسه السياسيين. وفقع الامر هذا الرئيس واحد انتقاداتي عليه كان الوزاره اللي شكلها انها مليئه بالفلول، من هشام قنديل اللي كان بيعمل مع وزير الري السابق، ما كانش في الحزب الوطني بس هو جه، للعمري فاروق اللي هو كان في الـ في الـ بيسعى لنيل ترشيح الحزب الوطني في انتخابات 2010، فهو اللي حط ايده في ايد الفلول وهو اللي جابهم يديروا البلد بهذا الفشل اللي احنا شايفينه. الاعلان الدستوري جاي في اعقاب فتره الفشل في مشروع ال 100 يوم، احساس غضب شديد من استمرار الشرطه اللي كانت بتضرب لسه شباب في محمد محمود في الذكرى الاولى لمحمد محمود. كان في الغضب من انت قدمت استقالتك من مجلس القومي لحقوق الانسان. ايوه. اعتراضا ولا احساسا بالندم ولا مهله يعني وصف لي الاستقاله دي. انا قدمت الاستقاله بعد الدعوه للاستفتاء، مش بعد القرارات على طول، كان يعني ايه ماشي، هو خطوه رعناء من الرئاسه ممكن انه باصوات كافيه من القوى السياسيه كلها بما فيها الحريه والعداله يبقى في درجه من يعني استكشاف انه لا القرار ده. طب لحظه واحده استاذ وائل، انا اسفه المقاطعه، لانه في يبدو انه اللجنه المجتمعيه اللجنه العليا للانتخابات قررت انه المرحله الثانيه للاستفتاء هي السبت 22، يعني بعد المرحله الاولى باسبوع، انما في جزء عايزين نسال فيها، هو ده مش محتاج قرار جمهوري؟ وهل يعني ده قرار اللجنه العليا للانتخابات ولا ده محتاج قرار جمهوري؟ وهل القرار الجمهوري ده صدر ولا ما صدرش؟ يعني انا بطرح تساؤلات على هواء، بس اتمنى ان زملائي يساعدوني في ايجاد الحل. صدر قرار جمهوري بالفعل. المستشار محمود ابو شوشه عضو اللجنه العليا للاستفتاء صرح بانه صدر قرار جمهوري بانه المرحله انه الاستفتاء يبقى على مرحلتين، المرحله الثانيه الاولى هتبقى السبت الجاي 15 والثانيه هتبقى السبت اللي بعديه يوم 22 في باقي المحافظات، يعني المرحله الاولى 10 محافظات ويقعدوا اسبوع وبعد كده يعملوا 17 محافظه. طبعا في اشكاليه في القرار دوت، وصرح المستشار محمود ابو شوشه ان ذلك لنقص عدد القضاة. هو قال كده؟ انا اسف باخد المعلومات من الزملاء مباشره. احداث. طب وايه تعليق حضرتك يا استاذ وائل على موضوع الاستفتاء هو في سؤال برضو يعني ايه في انتخابات مجلس الشعب انها تبقى على مراحل، المرحله بتكتمل كمان بمعنى تصويت وفرز واعلان نتيجه. المره دي ده استفتاء ليه نتيجه واحده، فهل هيبقى في تصويت فرز اعلان نتيجه؟ احنا ممكن نفاجئ ان يبقى في اعاده للاستفتاء مثلا. سؤال يعني ايه اعلان نتيجه؟ يعني هل انا مثلا بقول محافظات الجيزه هتبقى عارفه ان المحافظات اللي قبل كده النسبه فيها ما فيش حاجه في الدنيا كده، عمر ما انك بتعلن النتيجه الجزئيه فنبقى عارفين انه لا سابقه فنحشد لنعم، يعني ازاي يعني؟ ولا لا، وده يؤكد انه القضاه يعني ده تخبط اعتقد انه لازم يرجعوا فيه، لان هو بيبوظ العمليه الاستفتاء. احنا المفروض
استقصاءات الرأي ما تطلعش قبل النتيجة، قبل التصويت ما يقف. أنا دلوقتي هنتقل لدكتور أحمد عقيل، بس قادرة أفتكر تغريدة بلال فضل لما قال آن الأوان ترحل يا دولة العكاكين، ده كان قاله بعد الإعلان الدستوري الثاني. اتفضل يا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني في البداية أقول لك إن خليني في البداية طبعا أرحب بصديقي العزيز وائل وبحضرتك وبالمشاهدين. أشكرك. أنا عايز أصلح بعض الحاجات اللي قالها وائل، لأن دي جزء مهم جدا. إن عملية التوتر الموجودة مش وليدة ما بعد الإعلان الدستوري، وإن إحنا شاهدنا حالة من التوتر قبل الإعلان الدستوري تمثل في عدد من الظواهر، تمثل في أن حسب رواية الكثير من أصدقائي، وأنا لي أصدقاء من اتجاهات مختلفة وعلى تواصل مستمر بيهم، أن الذين ذهبوا إلى لإحياء ذكرى محمد محمود لما ذهبوا لقوا أن هناك من سبقهم إلى هناك وأشعل الموقف بأنه هو ألقى مولوتوف والزجاجات حارقة ورشق بالحجارة سواء قوات الأمن أو سواء المؤسسات المختلفة ومن ضمنها مدرسة ابتدائي. هذا التوتر استمر حتى قبل الإعلان الدستوري، ومن الحاجات المعروفة أنها تمت في الفترة دي أن تم مهاجمة حاجات في الدولة، مجلس الشعب ومجلس الشورى بزجاجات حارقة وما إلى ذلك. أنا بأشير هنا أن عملية التوتر اللي كانت موجودة لم تكن مرتبطة بالإعلان الدستوري، ولكن كانت مرتبطة بما قبل هذا الإعلان الدستوري. الحقيقة أن احنا دايما كنا بنختلف، ودايما كان بيبقى فيه مساحات مشتركة، ودايما كان بيبقى فيه نقاط للتقارب ونقاط للاختلاف. لكن أنا بقول أن دي المرة الأولى التي يقوم فيها أحد يبدو لنا وكأن هناك آخر دخل على الخط. هذا الآخر دخل على الخط قبل وصول الذاهبين أن هم يحيوا ذكرى محمد محمود وأشعل الموقف قبل حضورهم. هذا الآخر هو اللي ألقى بالحجارة وزجاجات الحارقة على مجلس الشعب والشورى، رغم أن الموضوع لم يكن مرتبطا من قريب أو بعيد بهذا الأمر بمجلس الشعب، ولم يكن له علاقة بهذا الأمر. الحقيقة أنا عايز ألفت النظر لنقطة مهمة، أن اختلافاتنا أن إحنا غير قلقين تمام من الاختلافات السياسية، لأن إحنا هنبقى كل واحد له اتجاهه، وكل واحد هيبقى ليه أفكاره وأراءه وبيعبر عنها سواء من خلال الشارع أو من خلال الطرق السلمية المعروفة والديمقراطية المعروفة. أنا عايز أذكر أن في بدايات الاعتراض على الإعلان الدستوري شفنا مظاهر كنا أول مرة نشوفها في مصر. إحنا طول عمرنا بنختلف، وطول عمرنا ربما تحدث بيننا احتكاكات، أما الوصول إلى درجة أن يتم إحراق مقرات لحزب زي حزب الحرية والعدالة وقتل أحد هؤلاء، أنا لا أتهم فيها تماما. أنا عارف وائل وعارف الثوار الحقيقيين وعارف الوطنيين، هؤلاء لا يمكن أن هم يعملوا كده، لكن وضح جليا أن هناك من استدعى أو أن هناك آخر، هذا الآخر هو ينتمي. إحنا بقى كناس شغالين في السياسة وكناس شفنا انتخابات قبل كده وشفنا البلطجية اللي كانوا موجودين، هذا عمل يعني يشارك فيه اللي ظهر بعد كده في المؤتمرات الصحفية مساندا جبهة المعارضة أو جبهة إنقاذ مصر، اللي ظهر جدا أن هناك هذه الجبهة وبين بقايا ورموز النظام السابق، بقايا رموز النظام السابق بصورة واضحة استخدموا خبراتهم الطويلة في التعامل مع البلطجية وكيفية حشدهم. يا حاجة بتقول إنه جبهة الإنقاذ تحالفت مع البلطجية؟ حتى حالفت مع رموز النظام السابق، ده كلام مش جديد ولا وكلام معروف للجميع، واعتقد ان كلام الدكتور البرادعي. مين في جبهة الانقاذ من رموز النظام السابق؟ انا هقول اهو، انا سوري كويس. دكتور البرادعي في مقاله اللي الكل اتكلم عليه في الفاينانشال تايمز كويس، اللي بيتكلم عن ان هناك من المفارقه الان ان هناك تحالف بين النظام السابق الذي سقط وبين الثوار للتصدي لتجربه الاسلام السياسي، ده كلام واضح ومحدد. شفنا في مؤتمرات الجبهة ناس من المتحدثين باسم المجلس العسكري السابق، وشفنا مشاهد كنا بنشوفها لأول مرة من أحداث عنف وقتل وحرق لم تتم خلال الثورة. احنا كنا في الثورة في ميدان التحرير، كان مبارك بجبروته وإجرامه
لم يكن هناك من يتجاوز لفظيا. طيب خليني بس اقل الحدود. حضرتك بتشير لمقاله الفاينانشال تايم، وكان المهندس حاتم عزام عندنا في حلقه اول امبارح، و واختلفنا على توصيف ما قاله دكتور البرادعي في الفاينانشال تايمز، فبعت لنا مشكورا النص. خليني اقرا النص، احاول اعمله ترجمه فوريه ونشوف النص يفهم على انه ايه. بيقول almost all none is تقريبا معظم الاحزاب الغير اسلاميه او اللي مش على ارضيه اسلاميه have توحدوا تحت National Salvation Front، تحت جبهة الإنقاذ الوطني. ويا للسخرية، يعني هو قايل بالإنجليزي ironically، يعني ترجمتها المفارقة والمفارقة أو من السخرية أو من يعني هو ومن دواعي يعني. الاستغراب الكلمة ironically كوما فاصلة ومن دواعي الاستغراب أن الثوريون الذين تخلصوا من مبارك are now supported by members of his old party. الآن يدعمهم أعضاء من الحزب، حزب مبارك، حزبه القديم، حزبه القديم. متوحدين ضد ما ضد to the vague Islamic project، لمشروع إسلامي غامض يعني أو غير مفهوم المعالم أو غير واضح. المشروع that Mr. Morsi has his supporters لازم أجيب الجملة من الأول. المشروع الغامض الذي يريد الرئيس مرسي وأنصاره أن يصنع مصر الآن. أنا أسفة على ركاكة الترجمة بس عايزها تبقى المشاهد فهمها حتة حتة. برادعي بيقول للعجب او للسخريه او ايا كان ترجمه ايرونيكلي ان الفلول بيدعموا الثوار، انه الفلول الثوار اللي اسقطوا مبارك دلوقتي بيدعمهم الفلول في مواجهه مشروع اسلامي غامض بيدعمه مرسي. تمام. ده اللي انتم شايفينه ده انا معلش انا لازم اعلق على اللي قاله احمد لانه لا طب انا اكمل. طيب انا ابقى اعلق يعني عشان تسال كمل يعني انا طب نعلق على الجزئيه دي عشان ننساها بقى لانه حضرتك شايف انه ده ايه. لا احنا لا يمكن ننسى النقطه دي لان انا في اعتقادي ان هذا الدعم او هذا التوحد او هذا السبورت اللي بيديه الحزب الوطني القديم لهذه الجبهه تتمثل في هذه الطريقه الاجراميه اللي تمت بها امور يوم الثلاث. هو ما قالش الجبهه يا دكتور، هو قال الثوار. الثوار ماشي يعني هو لما اتكلم عن الجبهه وقال انه انا يعني الكوردينيتور فول ستوب، هو كوردينيتور لهذا التوافق وهذا الدعم اللي بيتم دلوقتي من الحزب الوطني ومن الثوار اللي هو بيسميهم ثوار. يعني الدكتور مصطفى النجار كان لسه قاعد هنا قبل حضرتك، حضرتك شفته، قال مثلا انه انا مستغرب او موجوع انه في كتير من الثوار اللي هطفوا بسقوط العسكر دلوقتي بيقولوا يا ريت يبقى العسكر موجود. هو بيوصف حاله، انما يعني بس الحاله دي موجوده لا يباركها يعني الدكتور مصطفى النجار ما كانش بيبارك. دكتور مصطفى لما قال ان هما بيهتف بكذا هما بيهتفوا بكذا. لما دكتور البرادعي بيقول ان في دلوقتي دعم من الحزب الوطني للثوار، اذا هذا الدعم موجود. هو بيوصفه مستغرب منه، شايف ان ده مفارقه، شايف ان دي سخريه، لكن في الاخر هذا الدعم موجود. وهذا الدعم احنا شفناه عملا وليس قولا، شفناه عملا وليس قولا من خلال هذه الاجراءات التي تمت على مستوى عالي وفي 28 وفي واخره اللي تم في المقر المقطم. واعتقد ان في اعضاء في حزب الدستور من ضمن المقبوض عليهم في هذا الحريق اللي تم في مقر الرئيسي للاخوان في المقطم. قصدي في النهايه ان احنا امام مشهد احنا يجب ان احنا نستوعب ايه السبب في هذا التوجه. من الذي استدعى العنف؟ من الذي مارس العنف؟ عشان نقدر ان احنا نوصل ليه إعادة التوافق حوالين المشهد إن هو يمر وإن هو نوصل في الآخر لبر الأمام في المرحلة القادمة. الشاعر مريد البرغوثي وهو صديق يعني عائلي عنده جملة، هو إحنا ده يعني أجواء في أمام مسجد رجع العدوية في المليونية أو الاحتشاد الكبير قدام. عنده جملة لطيفة قوي كده، قال لك إذا أردت أن تطمس الحقيقة فابدأ من ثانيًا. ابدأ من ثانيًا. ابدأ من ثانيًا. معنى كل اللي قاله أحمد ممكن يبقى صحيح، بس
ده فينين؟ فين اولا؟ اولا كانت الاعلان الدستوري، اولا كانت اندفاع مرسي الرئيس مرسي لقرار ما هواش جزء من اتفاقنا، وبالتالي كل الغضب ده انه في بلطجيه دخلوا حرقوا مقرات. انا شخصيا رايي انه ان هي بلطجيه دخلت، بس انت يعني قصدي ما هو ده بقى ايه يعني ربنا يعرفه بالعقل، انت بتتيح، انت عارف انه هذه هي المؤامرات وعارف انه في ناس وعارف وعارف وعارف، تهيئ المناخ يعني ايه، تخلق مظاهرات في كل الاحناء اعتراضا على حاجه موضوعيه اسمها الاعلان الدستوري الاستبدادي. ما هو يعني قصدي ما هو في الاخر انت بتوسع دايره المؤيديك وداعميك ولا بتضيقها؟ احنا عصرنا نفسنا ليمون لما كان مرسي قدام النظام شفيق. السابق نعصر نفسنا ليمون عشان الاعلان الدستوري ليه؟ ايه الحاجه؟ ولما اعترضنا قبل ما تنزل اي حد يحرق اي مقرات، قبل ما ننزل اي حد هجمنا بانه ايوه انتوا الفلول وايوه في مؤامره. طبعا في قصه يعني ايه عشنا فيها كام يوم كده بتاعت المحكمه الدستوريه، هتقعد يوم كذا ترجع المجلس العسكري يحكم تاني، القصه دي اختفت تماما. و بالمناسبه في الترجمه الانجليزيه انا يعني اول مره اسمع يعني سمعت على المقاله بتاعت المهندس حاتم عزام، لانه المقاله بتاعت البرادعي هبعت لكم فعلا بعته مشكور. يعني بمنتهى الصراحه لما انا اقول والله هذه المشاعر وهذه التحركات يدعمها سبورت، مش معناها دعم مادي، يعني سبورت يؤيدون ان نظام يؤيدون ده، يؤيدون الثوار اللي أسقطه مبارك، ده من عجائب القدر، ودي تحسب الصراحة بمنتهى يعني إيه مرسي يحطها كده في السي في بتاعته، إن أنا نجحت إن أنا نزل الفلول في مظاهرات بتاعت الفاسق حكم العسكر أو في مظاهرات من الناس نفسها. دي الصراحة أنا لو حسب عليها على الإطلاق، لما ننزل رافضا استبداد جديد بيتخلق بيعمله الرئيس المنتخب، فلاقي واحد تاني ما كان ساكت على استبداد مبارك بس رافض استبداد مرسي وقال له لا معلش مصلحة، في ناس نزلت الثوره ديت ضد مبارك، في ناس نزلتها ضد المجلس العسكري، والنهارده في ناس بتنزلها ضد مرسي. وده جزء بقى من الحاجه اللي لازم الحريه العداليه يفهموها، انه شعب مش هيقبل مشروع، انا مش شايف مشروع اسلامي، انا اسلامي، انا شايف مشروع استبداد، مشروع استبداد يرى يعني ايه يهدف خيرا، البلد تستقر، البلد مش هتستقر بفرض القوة، مش هتستقر باتهام من يعارضون الرئيس ان هم فلول ولا يريدون الاستقرار، ان احنا نمسك في انه ايه ده في هتاف بيقول يسقط مرسي، طب انا اعمل ايه في هتاف؟ ما كان في هتاف بيقول الشعب يريد اعدام المشير. ما يعني قصدي في الجيش ينزل يضرب فينا بالنار عشان في واحد هتف الشعب يريد اعدام المشير، يعني قصدي كان معروف ان الهدف انه العسكر يمشوا بسرعه، ومشوا في الميعاد اللي احنا ضغطنا وحققناه، ان احنا النهارده لما نتكلم يقول لك ازاي حد يقول مرسي فقد شرعيته، فبالتالي ان احنا ننزل ندور الضرب في كل الناس عشان حد قال مرسي فقد شرعيته، المثل اللي كل الناس بتشير له اللي هو ممدوح حمزه اللي ما يعني لا يمثل، انا احيانا بقول لا يمثل نفسه. فيعني ايه هو الوحيد اللي قال عايزين نشيل مرسي، هو الوحيد اللي قال الجيش مش عارف يعمل ايه، فخلاص بقى ممدوح حمزه. احنا عندنا بقى الناحيه الثانيه، وانا مش عايز اخش في حته الناحيه والناحيه الثانيه، في خطا فادح وقع فيه الرئيس مرسي وكان عليه انه هو يتراجع عنه بسرعه وبديجنتي بكرامه، يعني مش يحاول ان هو يزق بقى الدستور. بقينا دلوقتي في الاستفتاء، وللاسف الشديد عدم تراجعه عن الاستفتاء حطتنا النهارده في بقى ايه ترقيع من على اعلى مستوى. طيب نقعد ازاي؟ انا بقول لك في مشكله اجرائيه، هنعلن النتائج، يعني هنقول المحافظات العشره 60% قالوا لا و 40% قالوا نعم، فنركز في المحافظات ال 17 ان احنا نقلبها، ولا اللي قالوا لا يشتغلوا بالدستور بتاع لا ويعملوا هم، يعني ايه في تخبط. كان يكفي انه في لقاء السبت اللي هو كان واضح جدا انه غطاء لتراجع لا يحرج الرئاسة، ان يبقى جزء من التراجع ده والتحجج، كان من الممكن جدا التحجج، محدش فينا عايز يذل الرئيس، محدش فينا عايز انه الرئيس المنتخب يبقى، احنا عايزينه يبقى جزء مهم من عملية التطهير، بس ياخد الشعب في ظهره، مش يبقى احنا عايزين نطهر فانتم ما نسمعش كلامكم. فكان افضل حاجه وكانت سهله جدا وكانت مقريه وكانت واضحه جدا للعين انه وهنأجل الاستفتاء لحد ما نحاول نعمل توافق عليه، وفي نفس الوقت ولحد ما نحاول نعمل نحل المشاكل التقنيه في ان النهارده احنا الاربع
ومش عارفين هننزل نستفتي ولا لا، فين اللجان اللي هنبقى ابعت رساله يعني. يا ريت نعرف هم ايه العشر محافظات. انا جات لي تويته بتقول المحافظات هي القاهره، القاهره والدقهليه، تاهت طبعا مش هشوفها، القاهره والدقهليه تاهت مني. طيب انا يعني لو في قرار جمهوري اكيد نزل على صفحه الرئاسه. خلينا نقرا القرار الجمهوري اذا كان صدر، لانه استاذ سعد هجرس امبارح كان بيقول واحده من السمات للمرحله انه قرارات الجمهوريه كلها بتطلع بالليل يعني، فاحنا مش عارفين اذا كان فعلا طلع بالليل ولا طلع الصبح. بعد الفاصل نكمل ويكون الكلام مع دكتور احمد عقيل. مرة ثانية بنؤكد انفراد جملة مفيدة بالخبر الذي صرح به المستشار محمود أبو شوشة أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، الذي قال أنه نظرا لأعداد القضاء وعدم نقص أعداد القضاء وعدم اكتمال الترتيبات الإدارية في كل المحافظات، سوف يكون الاستفتاء على يومين مش متواليين. يوم السبت هو اليوم الأول يكون الاستفتاء في 10 محافظات، هي القاهرة، اسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، شمال سيناء، جنوب سيناء، وأسوان. المرحلة الثانية تبقى بعدها بأسبوع يوم السبت 22 في باقي المحافظات، وهم 17 محافظة. عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء هو 8800 قاضي، وهو عدد لا يكفي لإجراء الاستفتاء في كل المحافظات. اللي فهمناه أنه صدر قرار جمهوري بالاستفتاء على يومين، وما زال سؤال أستاذ وائل خليل معلقا. الاستفتاء ده يعني المرحلة الأولى هي يوم السبت، هياخدوا فيها أصوات الناس ويخلوا الصناديق متشمعة وتحت الحراسة لحد ما بقية المحافظات تصوت، وبعد كده يحصل الفرز والعد قدام الناس عشان ما يبقاش فيه تأثير على الناخبين، ولا لا المرحله الاولى هيتم التصويت فيها والاعلان، واذا كانت يعني والنتيجه دي ممكن تؤثر في مدى سخونه الاستفتاء في بقيه المحافظات. لسه السؤال ده ما فيش عليه اجابه، هنحاول نستحضرها قبل نهايه الحلقه. دكتور احمد عقيل، طبعا خليني اقول لك ان مسؤوليه اداره الانتخابات هي مسؤوليه اللجنه العليا، وفي النهايه اللجنه العليا مطالبه ان هي توضح طبعا كل الاسئله المطروحه، وان هي تعطي ضمانات واضحه ان هذا الاستفتاء سيتم بصوره نزيهه وشفافه ولا يعرض كمان امن المواطنين للخطر. انا عايز ارجع واقول وائل بيقول ان انا بدات من رقم 2، لكن هو ما خدش باله ان انا بدات من رقم 1 وقلت ان هناك احداث حصلت قبل الاعلان الدستوري تم فيها مهاجمات منشات دوله لا علاقه لها باحداث محمد محمود. على اي الاحوال الاعلان الدستوري لما صدر كان عليه في نقطتين أساسيتين عليهم خلاف، مع لأن بقية باقي الإعلان الدستوري أنا حضرت لقاءات مع السيد الرئيس، كان حاضر في مجموعة من الشباب، كانت من ضمن مطالب الشباب الأربع النقطتين ثلاثة التانيين اللي غير مادة 2 ومادة 6 اللي عليهم خلاف كبير. وأنا في اعتقادي أن القوى الوطنية لو كانت فتحت حوار في هذا الوقت حوالين النقطتين دول أنا في اعتقادي أن احنا كنا نوصل لحل، لكن ما تم في هذه الأحداث المتسارعة في هذه اللحظة، رفض الحوار ثم أحداث العنف التي حدثت في اليوم التالي، انا اعتقد ان ده هو ما اغلق الباب امام حوار جدي حوالين هاتين النقطتين. انا في اعتقادي ان هذا الدعم او هذا التحالف الغير مقصود او المقصود او اي حاجه، هذا التحالف لابد ان هو ينفك، لان استمرار هذا التحالف او هذا الدعم لا يضر بالجبهه فقط او بالمعارضه فقط ولا بالرئاسه فقط، يضر بمصر كلها. لان احنا على مدى سنين طويله يعني عقود 30 سنه بنعاني من هذه الاجراءات الهمجيه والاجراميه اللي كان بيقوم بها بلطجيه تابعين للحزب الوطني السوري. انا ما اقدرش ان انا اقول ايه والله انا ماليش دعوه ده هم اللي جم معايا، لا انا بقول لحضرتك ان انت توافقت اهداف مشتركه، اصبح في اهداف مشتركه، كان ينبغي ان يتم فض هذا او على الاقل استبعاد او تمايز بين الطائفتين حتى نستطيع ان احنا نوصل لحل لو احنا عايزين نوصل لحل. انا في اعتقادي ان المعارضه كان هناك اخطاء، الجميع ارتكب اخطاء، ولكن كون ان احنا نتخطى الـ 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 الاطر المعروفه، كون ان انا اذهب الى
استدعاء الجيش للدخول في العملية السياسية، كون ان انا انقل اعتصامي. طب الجميع المعارضين كانوا معتصمين في ميدان التحرير، نقل هذا الاعتصام ليكون امام قصر الاتحادية، وتصريحات كثيرة قالها قادة الجبهة او قادة المعارضة اللي كانت موجودة في الوقت ده تستهدف مباشرة الرئاسة المنتخبة. انا في اعتقادي انه لا ثورة على رئيس منتخب، لا يوجد ثورة على رئيس منتخب. الرئيس المنتخب يعني له انصار، اللي يدفع الى ثورة على الرئيس المنتخب هو في الحقيقة يدفع لحرب اهلية ولا يدفع لثورة، لان هذا الرئيس اللي راحوا انتخبوه لهم حق ايضا، خاصة ان هو ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة. لذلك فكرة يعني تصوير الأمر، وده اللي بيتعمده للأسف المتضررين من الدستور الجديد وهم فلول وأنصار النظام السابق، لأن احنا عارفين أن هناك مواد في الدستور الجديد ستؤدي إلى ضرر كبير بالنسبة لهؤلاء. إصرار هؤلاء على تصوير المشهد وكأنه إعادة إنتاج لثورة جديدة، والحاجات تتكتب على جدران القصر وعلى الدبابات التابعة للحرس الجمهوري، تصوير المشهد بهذه الطريقة ليس في صالح أحد وليس في صالح مصر، لأن احنا هنفاجأ أن احنا الآن أمام حشد وحشد مقابل، هذا يحشد وهذا يحشد، وهذا ينزل الشارع فهذا ينزل الشارع أمامه. ليس هذا هو الجو المناسب لإجراء حوار أو الوصول إلى بر الأمان بوطن في فترة انتقالية طويلة. بعد فترة انتقالية طويلة الشعب كله عانى في الفترة دي، نريد ان احنا نوصل الى اطار سياسي يكون الاطر السياسية والديمقراطية الاساس ليه. الحوار واستمرار الحوار، يعني انا مش متفهم ابدا ان احنا نبدأ بان احنا والله لا حوار الا قبل الغاء الاعلان الدستوري، ثم لما يدعو للحوار نقول لا والله مش هنروح برضو غير لما يدعو. هذه ليست طريقة من يريد الحل، هذه طريقة من يريد تعقيد الأمور. أستاذ وائل خليل، يعني دايما كنا بنلاقي زي ما أحمد قال نقاط مشتركة، أنا مش عارف ألاقي أي نقطة مشتركة. إنه المشكلة في حد قاعد على الدريكسيون وبيعمل حاجات وإحنا بنعترض على اللي هو بيعمله، الرئيس مرسي بنعترض على اللي بيعمله، فيقولوا لنا أنتوا بتعترضوا وحش، انتوا بتعترضوا غامض، انتوا بتعترضوا غلط، انتوا بتكتبوا على القصر، انتوا ايه اللي وداكوا عند الاتحاديه، ايه اللي وداكوا هناك الى اخره. محدش، انا عايز بس اقول يوم الثلاث ده كل القوى السياسيه اللي هي جبهه الانقاذ قالت مش هنروح، الناس قررت انها تصعد زي بالظبط الثوره دي، الناس بتديرها، الناس هي اللي بتقرر بتروح، الناس هي اللي نزلت تقاوم طردهم من مكان الاعتصام بواسطه شباب الاخوان يوم الاربعاء. فمحدش، احنا محدش بيمشينا، احنا بنوزن الحاجات، الناس افراد نازلين بحلل، اللي نازل بحلل محدش قال له انزل بحلل، واللي نازل واللي نازل مع عياله واللي نازل مع امه، الكلام ده كله في حاجه غلط في المشهد ده. لو الرئيس مرسي عايز يعزل الفلول ما يعملش حاجات تستفزنا فننزل ضده فالفلول يداروا في ظهرنا، ماشي، ما عملش حاجات تكرس للاستبداد من مرة تانية، وتقول مادة 2 ومادة 6 من أول يوم كان يتراجع عنها، قعدنا أسبوعين ورحنا جارين بالدستور، هو أساسا التخبط، احنا هنمد اللجنة شهرين عشان تحقق التوافق. أنا كنت ممكن أقبل المادة دي بالمناسبة، أنا مش فارق معايا إن الإدارية تشيل التأسيسية ولا لا، ماشي نمد شهرين فنشيل كده كده، فهنمد شهرين، ده الخميس ال 21، الخميس اللي بعده سهرانين يعني كده ليله كامله بنصوت بالشكل اللي شفناه كلنا على الهوا، يلا خلص 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 خد الدستور اهو. انا تخيلت برضه هياخد الدستور ده، هو معانا دستور مش هنعرضه قبل ما ناخد شهرين نتوافق عليه، في ساعتها يروح رايح للاستفتاء. في احساس، ودي الخطوره الحقيقيه، انه جماعه الاخوان المسلمين مش شايفه الناس في الموضوع، شايفه انها معاها السلطه ومعاها سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه ومتضايقه قفشه على السلطه القضائيه مسحصره المحكمه الدستوريه، ومتضايقه من الاعلام وقفه بره، يعني ايه الحاجتين اللي براها، وبقت المشكله في الاعلام اللي هو يعني ايه، ممكن ننقد الاعلام زي ما احنا عايزين، بس في اللحظه الحاليه في انت معاك كل الادوات بتاعه الدوله وبتتلكك، اصل انتوا بتكرهونا، اصل انتوا مش عايزين، اصل انتوا في مشكله، يجب التراجع عن هذا الكبر وهذا العناد، ماشي، لانه المساله بقت ده دستور هيترفض. مرسي حط نفسه في موضع التصويت، مرسي التصويت اللي هينزل هيبقى على مرسي، وهو ده مش من مصلحته في هذه اللحظه
تخيل الحريه والعداله والاخوان المسلمين ان الشارع معاهم اللحظه دي، ده متغير، الشارع قالب عليهم قلب اسود، الشارع ما بيحبش. استاذ وائل، بس جالنا الرد على السؤال بخصوص الاستفتاء على مرحلتين، الاعلان هيتم في نفس اليوم في اللجنه الفرعيه، يعني يوم السبت في 10 محافظات. ده يعني ويتم الاعلان عن النتيجه، وبعد كده بعدها باسبوع يبقى في محافظات، في 17 محافظه ثانيه. احنا نبقى عارفين يعني قصدي ده اذا كان اعداد القضاء، يعني ده طبعا ممكن اعداد القضاء في المرحله الثانيه تزيد او تبقى زي ما هي او تقل، برضو ما احناش عارفين. انما هو ده الخبر. في يوم بدا باحتشادات ومسيرات كثيره جدا. انا عايز بس اقول حته على موضوع الحوار، وبقضاء مؤيدين الموضوع وقتنا انتهى للاسف، قضاء مؤيدين وقضاء معترضين. النتيجه كالتالي، بعد اجتماع اللجنه العليا للانتخابات مش هينفع الاستفتاء يبقى على يوم واحد، نظرا لنقص عدد القضاء ونظرا لعدم اكتمال الاجراءات الاداريه في جميع المحافظات. فهيتعمل يوم السبت في 8800 قاضي في 10 محافظات. السبت اللي بعديه 22 ديسمبر هيبقى المرحله الثانيه في 17 محافظه. بشكر ضيوف